دلوقتي معانا خبر او مش خبر، هي معايده لواحد من الشخصيات البارزه في تاريخ النادي الاهلي. عيد ميلاد سعيد للكابتن محسن صالح اللي بيحتفل رئيس لجنه التخطيط لكره القدم بالنادي الاهلي اليوم الخميس طبعا بعيد ميلاده ال 74. هو من مواليد 22 يونيو 1949، واحد من نجوم الفريق الاحمر في فتره السبعينات. تعتبر احد الاجيال الذهبيه بالمناسبه للنادي الاهلي تحت قياده المدرب المجري هيليكوتي. كمان كابتن محسن صالح واحد من ابرز المدربين في تاريخ الكره المصريه عموما، توج بالدوري والكاس وكاس مصر، ووصل لنهائي الكونفدراليه مع نادي الاسماعيلي، وطبعا فاكرين الفتره دي كان نادي الاسماعيلي عامل ازاي تحت قيادته يعني. وكمان واحد من المدربين الكبار جدا في الخليج في الدوريات السعوديه والمنتخبات الخليجيه، وليه فترتين كده في قياده منتخب مصر في التسعينات وبدايه الالفينات، وكان مدرب من المدربين اللي لهم تاثير وخرج جيل كده من الاسماعيلي انتشر في دوريات مصر وخدنا منه هنا في النادي الاهلي طبعا عدد كبير منهم يعني. طبعا كل سنه وحضرتك طيب كابتن محسن، واحد من الشخصيات التاريخيه البارزه في تاريخ النادي الاهلي، وواحد من اللي بعتز بيهم جدا يعني على المستوى الشخصي من النصائح المهمه اللي تاخدوها في النادي الاهلي من كابتن محسن صالح بالمناسبه يعني. ولذلك هو مكان وقيمه كبيره جدا في النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي بيعتز برموزه جدا وبيعتز بالقامات الكبيره امثال كابتن محسن صالح. كل سنه وحضرتك طيب كابتن محسن، وان شاء الله تبقى سنه خير عليك، وان شاء الله تبقى سنه بطولات علينا جميعا في النادي الاهلي وفي كل رموز النادي الاهلي. هنروح